نعم، هي الشيخ ذكر بأن أهل الطارمية ضد الإرهاب، وهو طبعا هو شخصيا يعني عنده شهداء، وطبعا تضحياتهم مشكورة، يعني ما حد ينكر هاي التضحيات. احنا ما جاي نعمم على كل أهالي الطارمية بالنهاية، بس ماكو الإرهاب ما يتمركز ويتمكن من مدينة بدون وجود حواضن اجتماعية إليه. هاي نظرية أصبحت نظرية بديهية يعني بدراسة انتشار الإرهاب. والا مثلا داعش ليش ما صار بالسماوه؟ ليش ما صار بالناصريه؟ ليش ما صار بالديوانيه؟ ليش صار بالموصل وصار بتكريت وصار برمادي وصار بالطارميه؟ اذا وجود الحواضن الاجتماعيه هو اكبر دليل واكبر مسوغ لوجود الارهاب بهاي المدينه. فما يقدر الارهاب ما يقدر يتمكن من مدينه ويسيطر بدون وجود حواضن اجتماعيه له. انا هسه راح اطرح لك اسم راح دليل على وجود الحواضن الاجتماعيه للارهاب. مثلا والي الطارمية ومفتي داعش اللي انقتل بشهر شباط 2021 اسمه شكر ساهل مشهداني. إذن هو ينتمي العشيرة المشاهدة في الطارمية، يعني نفسه هو والي مفتي داعش. هذا شيء يثبت بأن اكو وجود حواضن اجتماعية، ولا هذا الشخص ليش ما تم التبليغ عنه؟ ليش ما تم الإبلاغ عنه للقوات الأمنية؟ ليش ما تم اعتقاله؟ ليش ما تمت محاسبته اجتماعيا من قبل أهالي الطارمية؟ ليش ما عشيرة المشاهدة أعلنت بيان تبرئة من عنده؟ يا أخي، يعني هسه الشيخ يقول إحنا ضد الإرهاب، على الأقل صدروا بيان ضد شكر ساهل مشهداني اللي هو إرهابي دولي، واللي هو يعتبر مفتي داعش حسب توصيف داعش. يعني ليش ما صدرتوا بيان تبرئة حتى توصلون رسالة للمجتمع العراقي بأن يابا عشيرة المشاهدة هي ضد المشهدانيين اللي منتمين الداعش، هي ضد والي داعش المشهداني؟ يعني هذا أنت توصل رسالة اجتماعية للمجتمع العراقي، تخفف الاحتقان الطائفي، تأكد بأن أنت رافض للدواعش، بأن أنت مو حاضنة للدواعش، وبأن أنت ممكن تواجههم اجتماعياً. وبيان التبرئة بالحقيقة احنا صار اكثر يعني السنوات، يعني هسه من انقتل شكر ساهل مشهداني صار 6 أشهر. ليش هاي العشائر ما صدرت بيان؟ شو احنا مرات اللي جاي يصير بعشائر الجنوب، واحد سارق لص عادي او واحد مجرم يرتكب جناية عادية، رأسا العشائر بالجنوب تصدر بيانات تبرئة وتصدر بيانات نبذ ورفض. زين احنا بواقع صار 6 أشهر من انقتل هذا الارهاب، واني لك ارد اوجه من عشيره المشاهده، وهو يعتبر ما انت من قيادات داعش. انت تفسيرك استاذ احمد، هل ما زالت العشائر والطبيعه العشائريه الموجوده في هاي المناطق حاضنه فعليه؟ ما يبدو غير ذلك، ما يبدو انه اكو تبرؤ، اكو مواجهه عسكريه، اكو مواجهه، يعني البعض يشيل سلاح ويروح يقاتلهم هذول الارهابيين، وفعلا عندنا حشد عشائري، عندنا عشائر تسلحت ودافعت عن مناطقها كتف الى كتف ويا القوات الامنيه. ليش نرجع ونقول ما زالوا هذه العشائر او السنه خلي يكون واضح يشكلون حواضن للارهابيين؟ هي استاذ حسام، نعم، هي مسألة ما بها تعميم. انا من اقول اكو حواضن مو معناته كل السكان حواضن، لا، بس العديد من السكان هم حواضن. وهاي شلون انت تعرفها؟ يعني هاي ما يعني هاي شلون معالجتها امنيا؟ اولا احنا نحتاج جهد استخباري لمعرفه وتحديد الحواضن، تمهيدا لاعتقال الحواضن. اللي جاي يصير شنو؟ حتى اذا يتم تحديد الحواضن واسمائهم، اهالي الطارميه نفسهم يرفضون اعتقال هاي الحواضن، راسا يقول لك استهداف طائفي، وهذا استهداف طائفي، وخاصه اذا الحشد قاموا بهاي العمليات راسا يبوبوها ويصنفوها بان هي استهداف طائفي.